السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان جميعا، حياكم الله. اليوم جينا عند واحد البطل اللي هو تبارك الله معروف ميدان الولاعة وفي الحمام الزاجل، اللي هي غضيفه ان شاء الله بإذن الله قناة الولاعة تيفي ان شاء الله بإذن الله، اللي هو البطل الكبير ديالنا فوزي، ومعه الضيف ديالو اللي هو التجاني والتنظيم السابق. شكون؟ منصف ومن لا يعرفه. يا خويا كيدنا الدراري بخير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله والشكر لله. تحيه. اليوم جينا باش نعرفوا السلاله ديالك اخويا فوزي. مرحبا. تعاود لنا شويه على الماضي، اللي تبارك الله كان عندك واحد الماضي اللي هو زوين. اللهم كنت حاضر ليه، هادشي بحكم الشهاده ديالي بانك كنت حاضر ليه وكنت كتضرب فيه بلوميانات. الحمد لله. فبغينا تعاود لنا واحد القصه شويه من هنا، قصه شويه من هنا الى 2023 على بركة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، البداية أخويا، كنت لعبت في سيدي عثمان في 99 98 99 99 2000 2001 الحمد لله، وكانوا فريات. مرة ضربت برومييي، ضربت كاتريان، ضربت تروازيام في سيدي إفني. جات واحد الرحله للديار الايطاليه ما شاء الله. مشيت في 2001، مرجعت حتى 2012 بحكم السكنه والوليدات. قلت راه نرجع للولاعه. الحمد لله سمعت بان الملتقى تكريات ودراري قاصحين وجايين دراري واعرين، وكان تبارك الله ما نكونش انا في الريجون هذه ديال الملتقى. واخا انا شويه هابط، شويه لتحت، شويه هابط لتحت، بوحدي معزول، ماس ما كايناش. لا ماس ما عنديش، الحين كيجيني من الفوق. ومع ذلك ضربت العام الاول سيزيام في ليطاب بالفيتاس، والحمد لله ضربت بروميانات، ضربت بروميانات معاهم في سيدي بنور فيتاس. تبارك الله. ضربت دوزيامات، تروازيامات، كاتريامات، الحمد لله. مع بانك تقدر تبارك الله. لا الحمد لله، مع الدراري قاصحين. قاصحين صح. وليت اش كنقول، كنقول إلا كانت ريزيلطا مع أبطال كتشوفها كتفرح. إلا طلعتي الحمام اللي مربي تتير حتى هو بطل. إلا طلعتي البوديوم ومعاك فلان وفلان، السميات اللي وازنين، كتنشط. صح. ملتقى عاوتاني لعبت واحد 4 سنين زوينة الحمد لله، ثريات اللهم بارك. الحمد لله. قلت نبدل تجربة في البيضاوية. العام لعبت عام في البيضاوية الحمد لله، كان معايا منصف. منصف كان كيحضر معايا الاخ التيجاني. التيجاني هذاك الحمد لله. الحمد لله انا اللي عبد الحمد لله. ارشيف كبير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله فريات بيضاويه تاعي. يعني ربي ما خيبنيش. اذا دابا كتقول لي يا خويا فوزي بان السلاله برهنت على ثلاث جمعيات. عندك الجمعيه ملتقى الابطال والبيضاويه كيتصنفوا من الجمعيات اللي هما قاصحين في صراحة شد. الحمد لله. والحمد لله لحقوا عليهم شي جمعيات اخرين. تايش وراه تبات تبارك الله. دراري تبارك الله. عندهم دراري قاصحين دوك كيتولعوا دوك كيعرفوا كيفاش يخدموا مع الحمام. تبارك الله راه غادي في اطار زوين. فبغينا نسولك اخويا فوزي الله يجازيك بخير. التجربة ديالك ملي دوزتي في واحد لابيريود ديال من 99 حتى 2014 وقلبتي من 2014 لجمعية أخرى، هذيك لابيريود ديال 99 2014 شنو اللي استفدتي منه؟ شنو اللي تعلمتي منه؟ افاده الناس اللي كيتفرجوا. واحد الكلمه قالها بون، وحنا مقصرين ياك. وحق الله الا مقصرين. كنا مقصرين. دابا واحد الحاجه اخويا العزيز، شتي ملي كتشوف الخوت، كتشوف الحباب، كتريح في قهوه وكتبوس هذا وتعنق هذا وتضحك مع هذا، هذا هو الربح من الاولى، ما كاينش شي حاجه اخرى زايده. فهمتي؟ ملي كيكون واحد العلاقه طيبه. علاقه طيبه. والحمد طيبة لله. الخلق. والحمد لله ملي مشيت للملتقى دخلت حتى في المكتب، ودوزنا واحد العام مع الحاج خالد الله يطول في عمره. الله يعمر هذا السيد. الله يعمر هذا زعما داك السيد، يعني انيق في كل شيء صراحه، انيق في كل شيء. وكان معنا بالقجة، كان فلاح، كان معنا اسعدان، تحيه لاسعدان والدراري، الدراري كامل، باسم يعقوبي، يعني دراري. كان فلاح نيت هذيك الساعه، كان نغيمه تبارك الله، كان واحد المكتب زوين، داز واحد العام تبارك الله الجوائز 2000، يعني حفل في المستوى العالي هذاك الوقت. والحمد لله دوزنا كل شيء مزيان اللهم بارك. قلت لك اخويا تجربه بان في الحمام، ياك في الحمام اخويا توصلت بان الحمام كتخدمه، انت كتخدم الحمام. علاش؟
كاين حمام لي تخيز انتيليجون ولكن كتخونوا اللياقه البدنيه ديالو، وكاين الحمام لي صحيح هو مكلخ ملي كتكونفيني هكا كيخرج عندك دي كراك صحاح، وخاص تكون راسه صحيحه، راسه صحيحه وتكون انتيليجون. دابا نعطيك اكزومبل، اللي بغى يوصل دغيا ياخذ حمام دار، يلاقي الحمام اللي دار ما دار السلاله خاصها تكون حمامه ضاربه مع حمامه ضاربه، وكتسنى كتقول يا ربي عطيني شي حاجه اللي يضرب، لا ما ضربوش بعدا الاولاد غيضربوا الحفاد، الانسان ما يئش ويخدم مع الحمام. واحد السؤال، نعم، واش كاع الحمام اللي ضارب كله كيعطي؟ لا ما يعطيش، يقدر ما يعطيش في الجينيراسيون الاولى ولكن تبان في لي جينيراسيون ديالو. واحد الحاجه اللي كنسمعوها بزاف خوزي، فكيقول لك كاين حمام اللي ما كيلعبش، كيقول لك في البرودكسيون احسن من اللي لعب. يكونوا خوت، واحد ضارب وواحد ما ضاربش، والاخ اللي ما ضاربش كيعطي احسن من اللي ضارب. وهاد القضيه كدار لي هرمس بوت، كان هو بوت لعاب خوه ما لعبش، بوت باعو وخوه ما باعش. هنا التساؤل كيقول لك علاش ما باعش خوه؟ لان شنو هو كان فرق؟ هو باع والديه وفرق والديه ما بين مولوع ومولوع، ياك؟ وي ولكن ما باعش خوه. هنا تبعو ما عطاش، هو بوت تباع وما عطاش، ولكن خوه كان احسن منه في البرودكسيون اللي سمعتها انا وما لعبش. فهنا اخويا فوزي بغيت تدوي لي على هذه القضيه ديال ان حتى لي بروديكتور كيلعبوا دور، انه واخا ما يكونوش لاعبين كيعطيو في لاباس. دابا هي نورمال ملي كتاخذ من الخوت كتحاول انت تريي، كيفاش كتريي؟ كتريي ملي الحمام كيكبر قبل ما تلعب، تقدر لو بغيتي تحدث بشي واحد يكون في الكاليتي احسن من خوه. حالاش الحمام تكون رطبه، تكون تري انتيليجون، بعدا ملي كتشدها في يدك كتلقاها بعدا كتحرك، ماشي حمامه جامده في يدك. مثال من هذاك النوع ديال الحمام تكون سوليد، تكون تبين لك بان انت غتوري الصحه، كتلعب بالخوت ديالها وهذيك الحمامه الصحيحه فيهم كتخلفها. خويا التيجاني بطل كبير تبارك الله، عندك قصه في الولاعه معروف الدنيا اللي تبارك الله اللي داروا خبله في كازا دار البيضاء، الحمد لله على كل حال. صراحه ضيعنا مولع اللي هو كبير هو التيجاني، ولكن باقي في الولاعه كيطلع على الناس على الاخوان والله يجزيه بخير. تساؤل عليه الكلمه دي اللي قال هو ما لك تعطينا شي افاده عليها. ربما هذا كيبقى سلبي. يو هرمز، يو هرمز فهو ديجا واقيلا قلت انا خايفين ديسين حنا البروديكتور عنده قبل شافهم في هذيك الحمام ربما. فعلا يعني غلط بزاف، غلط بزاف وصحح فعلا. بطاله ولكن عارفه هو علاش خرج اصلا، علاش خرج، علاش خرج هذا الكار بالضبط بطاله يلعب هو ما خرجوش. هنا كيبقى التساؤل، هو عارف هذيك الحمام شافو، عارف هذاك الشيء اللي باغي وخلاه، هذا نظرية ديالي انا فعلا يعني. فصراحة جلسة شيقة معكم صراحة. خويا منصف عندك شي إضافة على هذا الشيء اللي كيقول؟ واخو مبارك غادي نقول الناس واعري، الناس باغي يتعلموا كيستافدوا من الاخطاء ديالهم فعلا. اما تبارك الله هما كيهتموا على رومارك بزاف، هما اصلا ماشي بحال ولادنا في المغرب، هما اصلا كتلقى هو شامبيون كياخذ حمام شامبيون وكيعتمدوا على الابطال، وماشي بشرط يكون بطل، يقدر يكون خوه، المهم يكون هو الابطال. فهمتك. خصها سوا ضارب ولا ما ضارش. هذا الشيء عشو كنشكر الاخ باسين، لأن تبارك الله لافاز اللي كانت عندنا ولعبنا بها العام اللي فات زادت إضافة، زادت إضافة تبارك الله، ما
ما شاء الله. انت فولات زدتك اضافه. زدتني اضافه بزاف. تبارك الله راه هذيك فاش كانوا الدراري كيجيو يديروا كونترول كنت كنقول تبارك الله واخا دي كومبل بزاف. تبارك الله كله. ما شاء الله. كله معطاه كله. لا تبارك الله بسيم عنده واحد. تبارك الله. اي مرحبا. ماشي ساهل. هذي كان قالت مارك كابيل. راه حيت هذاك كيتسمى كنز لان خلى ليه بوه لا داكشي باش انت كتخدم توما تجي تعطي الخدمه ديالك كامل ديال 80 عام راه ماشي ساهل فعلا هذاك السلاح يبقى يلاقي ويعاود ويلاقي ويجربوا باش كيطيح على كوبل دور هذاك كيسميه هو كوبل ولا عندك انمار ايطالو راه صعيب باش تجيب هي اخويا يوسف هي الحمام عام كيجر العام وخصك العام اللي كتحس به غلطتي العام اللي من وراه كتبان فيك الغلطه دخلتي شي حاجه اللي قلب المستوى ديال حمامك العام اللي من وراه ما كتكونش علاش طيحتي بحمامك طيحتيه فهمتي ما زدتيش فيه يعني والاخطاء الانسان مع المده مع المده ما كيبقى خصو ما يبقاش يخطا صراحه صراحه اش كلمه الموضوع اذا خلاص مش انا وانت ثم الكلمه الموضوع من الغرب تتعلم انت مثلا كتمشي كتجمع الحمام ديالك دوك ياك كنت خاصك تختار بعد هذه الاولى هي خاصك دير سيليكسيوني قبل ما تهز سيليكسيوني خلي سيليكسيوني هذيك خاصها تخرج هذه ما تخرجش هذه نعم السلام عليكم ورحمه الله عوده اخرى مع البطل فوزي اللي تبارك الله هيمن هذا العام هذا وكان من الاوائل للجمعيه ديال منتخب الابطال ولا في الفيدراليه فتبارك الله عليه بغينا نشوفوا السلاله ديالو وكان المتتبعين ديال قناه الاولى عاتفي هما يتولعوا معنا على احسن وجه فوزي خويا خويا دا بسم الله نهضروا على النتوى خويا المستفيد الاول مرحبا النتوى ضربات النتوى اش داير اخويا فوزي هذا خويا دارت هذا العام دارت بريمي ملتقى في شيشاوه دارت دوزيام ارغانا ودارت تروازيام في 24525 حمام يعني واحد صافي و حبسها 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 ضربه في التامرين ضربه هي ديجا لعبه وضربه ضربه في بيضاويه ضربه ثاني في ملتقى ما شاء الله كنت كنضرب ويعاود هذا ضربه في ملي كنشوف هذا الشوط اللي شونش حمام الشامبيون زعما تكون صغير تكون بيجون هذا تبارك الله 4 سنين ضربه في بيضاويه في التامرين ضربه في التامرين ضربه في ملتقى عاوتاني ضربه في ملتقى الله تبارك الله الله كدور كتعرف راسك راه من الاوائل تبارك الله وكدور ديما فحنا الاخوان راه كنجيو كنديروا تعريف السلاله في مدينه الطربيده فكنجيو هاد الابطال اللي هما بسطاء تبارك الله كيهيمنوا وكيضربوا في الفيدراليه نجول لكم السلالة ديالهم ان شاء الله باذن الله هذاك الاب ديال اخويا وعلى ذكر تامري حمامة تحطت هنا قول يا ماما تحطت حمامة كانت موتيفي علينا كانت تحطات فوق السور هذيك الحمامة كانت ملي كنصير نصف الامان كانت كتلعب تحطات فوق السور وضيعات الوقت وبقات شحال وكنزري لها في الصح باش طلع وطاطات وديك الارض شو سبحان الله حنا غاديين على رجلينا ونزلت عندنا تامري ديال 2020 وجايه كانت تلقى قاصرة تقاسها لعبات الشنبوره تبارك الله وريكلامه كلاسات 15 تبارك الله ديك النهار تبارك الله الحمامه تبارك الله بحال الحمام قليل الحمام تيضرب باش الحمامه بقى 4 سنين تبارك الله 4 سنين باغي تضرب وبدون يفهم
وصل العدد تبارك الله ما سهلاش 24525 3ايام الصعيد الفيدراليه هذا الاب ديال هذا ممتاز ما شاء الله الله يبارك لك هذا الاب ديال هذا تبارك الله هذا ديريك البروديكسيون ما لعبتش به هذا بحال كنقول خزنتو بان ليا فيه بانه راه حمامه متوازنه مقاده صحيحه تبارك الله تبارك الله حميمة زوينة في المستوى هذا الأب ديالها وهذه الأم ديالها وري زبال لون هذيك الأم ديالها هذيك هذي ديك لاك روسا بلون تبارك الله جوج ديال نجبد واحد ماشي وهذيك اخويا فوزي هذه اخويا عبينا هذه الاخت ديالها شبالها صحاب هذه الاخت ديالها هذه اخويا دايره نافيان طان طان بيضاويه كنتي معايا في ما شاء الله يعني خت هذيك اللي دارت تروازيام فيدراليه قلت يعني نفس العائله ها نفس العين نفس الراس السلالة ما شاء الله هذا العم ديالها تا هو ضارب نافيان ملتقى ضارب 23 في 3 الجمعيات مضيع الراس بيضاوية مضيع الراس بيضاوية ما كنتيش كان معنا باش تلعب ذاك باش ما تقراش لنا البلاكة قلت هذا سيدي بنو ثلاثة الجمعية 20 11 ألف فوق 12000 اه راه من نفس العائلة ديالك انا كندور نفس العائلة اه كلهم كيجي 13 وهذه العمة ديال هذيك حتى هي العمة خت الأب ديال هذيك اللي توا الشامبيون هذه تبارك الله ساتيامة بيضاوية في أركانة النيت فهي أرقانة يعني حميمات كي ضربت في أرقانة إمتانو تشيشاوة طان هذه طانطانية هي أختها معايا طانطانية يعني نفس العائلة تبارك الله ملي كتبدا العصبة كيبدا كتبدا الديكلاراسيون نفس العائلة ما شاء الله هذه عقلتي على ست أيام فجأة لا 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 بصراحة لا 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 2008 يعني السلالة لو وريتك راه كلشي هذه ضاربة هذا ضارب هذا ضارب أخرى ضاربة ما شاء الله يعني تبارك الله كلهم وسط فيس ويعني نفس السلالة يعني نفس العائلة كتلقى العم والعم فهمتي يعني نفس الخدمة وتقريبا نفس لي ديستونس يعني من 190 تقريبا حتى 400 هذه اللي زايده شويه ضاربه في طنطان ما شاء الله على ذكر الاخوان فراح فوزي تبارك الله راه غادي نفتقدوه من البلاصه هذه اه وي راه الحمام كله غادي يحيدوا لا ماشي كنقولوا البيع كنقولوش ديك القضيه ديال لي ظروف خاصه مي فريمون راه فوزي غادي يتحول من هاد البلاصه هادي سجنة اخرى كلشي السجنة تحيد كلشي تحيد السجنة اللي باغي السجنة اللي باغي الحميمات اللي باغي كوستاتور حتى هو كلشي اللي باغي السطح حتى هو راه حتى هو بغى يدي حتى هو نعطيو ليه سطح اللي بغى الدار حتى هي اللي بغى الدار مرحبا بغى الدار حتى هي راه باغا تباع السجنة تاع كلشي اللي عارف الحمامة شحال متر اش اخويا 92 متر 92 متر اللي بغاها خلي ليه على السجنة خلي ليه كلشي الحمام ياك هذا الدار مين زوين مين تبارك الله لا إله قلت لنا راه تحط قلت لك راه داخله في البري تبارك الله هذا تا هو ولد عمهم تا هو نفس العائلة نفس العائلة وكل العائلة هي اللي عندك مزيانة اخويا هي اللي عندي وهي اللي مخلي في السجن هي اللي كاين ورا العائلة تبارك الله راه ممتاز كلها بريات كلها بريات وكضرب في العصاب ف السلالة تبارك الله يعني هاد السلالة راه ثابتة راسها يعني
يعني كديكلاري كتبقى الفرياس فين ما لعبتي، لعبتي بيضاوية غديكلاري، لعبتي في ملتقى غديكلاري. وبحضور الاخ يوسف راه كان كيحضر معايا باش زارتك قلت لك داخلة في البري ولا لا؟ كاينة كان يوسف ديما كيقول لك تبارك الله زوينين هاد السلالة زوينة ونقية يعني مهرة جبتي الكلاك والانسان قلت لك احنا ما غادي تاخذ منهم لي فروي لا لي فروي. وهذا هذا راه داير تروازيام اسبيجون، تروازيام اسبيجون ملتقى الابطال جدا هو العالي. هذا اللي تروازيام اسبيجون وي ملتقى الابطال فرحونا خويا شويه تمام المميز تبارك الله كان كاركتير بعدا المستوى العالي خفا رطوبيه خفة ثقالة العين زاد عوج رحمك الله يا عبد الله. ودي كلمات أخيرة تحية للإخوان كاملين بدون استثناء اللي كيعرفنا واللي ما كيعرفناش، وتحية لجميع الأصدقاء القراب اللي كنتسامعوا معاهم كنتعاملوا معاهم هادشي اللي كاين اللهم يسر لأي واحد لكل مجتهد نصيب. خويا ما عنديش استثناء، انا ان شاء الله غادي كيدي كلشي غادي خدمه ديال نقول من 2012 لدابا باش وصلت لهاد السلاله نحيد كلشي الحميمات، لانني يعني ما عنديش دابا حتى الظروف، الظروف ما تسمحش ليا باش نربي الحمام، يعني نقدر نقول لك 5 سنين نقول لك 6 سنين نقول لك تنولي روتريتي، يعني في القريب القريب ما كاينش عندي الحمام، ما غاديش ندير الحمام، لان حتى الظروف ما تسمحش ليا، لا ظروف العمل لا ظروف يعني العائليه، وظروف بانني كنفكر بانني غنتحول من الدار، يعني غنبيع الدار ان شاء الله، فهمتي؟ يعني اللي بغى السجنه حتى هي راه غادي ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. وي. كوستاتور. هي. عارف الحمد لله الله يكبر فيك الله يكبر فيك اللي بغى شي حاجه راه النتائج راه انا الهدف ديال القناه ديالي هذا شي عارف كاع الاخوان الهدف ديال القناه ديالي هو الاستفاده اكثر من البيع هذا الشهر المستقبل ولكن فوزي كنعرفو من شحال هذا الشيء اللي كنعرفو داز معنا في الجبيه في ملتقى الابطال كانت هو عضو في منطقة الأبطال فعلى رهن الإشارة فحنا كنجيو عند الناس كما كتعرفوني الإخوان وكنجيو ليا لي كومونتير وكنجيو ليا مباشرة تليفون بأن خويا بدر أنت عندك واحد اللبسة كنتبعوك على أساس أنك كتولد هنا وكتمشي عند المولاية أنا راه جيت عند خويا الله يكبر بك تحيه لجميع الموالي كاملين المغرب كاملين وخارج المغرب وتحيه كبيره لهم اللي شفناه واللي شحال ما شفناه راه توحشناكم كاملين اللهم يسر اخويا اللهم يسر الشرف ولا عرف يا بدر بدوري ما ندير شي خويا الله يكمل على كل واحد ونتمنى من الله ما يكونش الشتات يكون تجمع وتزيد الاولى على القدام ويتهلاو في الحمام يتهلاو في الحمام راه كيضيعوا الحمام صراحه يعني ك اونتر بارونتيز نتمنى من الله ما يبقاش يضيع الحمام ونقول للدراري اللي القدام اللي كيشدوا الحمام ديال عباد الله راه ماشي ديالك راه امام الله غتحاسب عليها هذيك ديال مولاها كيتسناها ولا اللي كيصيد هذيك اللي كضربها راه ماشي ديالك راه ديال مولاها يعني كخلاصه القول يعني اللي شد شي حميمه يوكلها يشربها ويطلقها كنديروها دير فيها النمره ما ديرش فيها النمره كتبقى حر طلق الحميمه تمشي لماليها هذه هي الخلاصه ديالي والله يكمل بالخير اي أيوة. واحد نتمنى التوفيق لجميع الموالي كاملين و بغينا نقول عاد قديم غادي قدام شفت حنا راه ما دايرين حنا ولكن مولعين معاك فكنشوفكم كنراقبكم وكن الحمد لله الولاعة في القلب ولكن الظروف اللي خلاتنا حيدنا الولاعة ونقول عادي ما عندنا في القلب راه كانت حنا كندخلوا كنقلبوا كنشيرشيو ونستافدوا حنا من باقي البيس راه كيف يقولوا الناس وبغيت كل شيء يربح وبغيت كل شيء يبقى بخير وعلى خير ولا عاد تزيد قدام قدام شي اللي كاين فهنا بدوري كمؤسس انا الولاعة ديالي فكنقولوا فرصه ممتعه وكاع الاخوان اللي تفرجوا في الفيديو هذا هذوك تبرعاتنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى